أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبارا للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي العالمي المتمثلة في تأكيد ظهور حالات لفيروس كورونا في عدد من الدول، خاصة في دول الجوار مثل إيطاليا وإسبانيا وحتى الجزائر، قرر المغرب تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، وذلك من أجل الكشف المبكر عن أي حالة واردة والحد من انتشار الفيروس في بلادنا. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا مباشرة عبر الهاتف من مدينة طنجة عبد الرحيم رشيدي، رئيس مصلحة المراقبة الصحية في طنجة المتوسطة، المنسق الجهوي لمصالح المراقبة الصحية في طنجة تطوان الحسيمة. أهلا بك سيدي. أولا قربنا من الإجراءات المتخذة في ميناء طنجة لضمان عدم حصول أو دخول أي مشتبه فيه بالفيروس إلى بلادنا. في إطار البرنامج الوطني لوزارة الصحة لمجابهة وباء الكورونا فيروس، أخذت وزارة الصحة تدابير احترازية ووقائية على غرار جميع النقاط الحدودية المغربية، وبالخصوص ميناء طنجة المتوسطي، كما نخفى عليكم موقع ميناء طنجة المتوسطي على المستوى الوطني والقاري والعالمي. تم تعزيز القدرات ديال الميناء فيما يخص تتبع ورصد الحالات المشابهة فيها. ستعتمد المراقبة على جميع البواخر التجارية القادمة من الدول الموبوءة عامة، والخصوص إيطاليا والصين، الصين وإيطاليا ودولة كوريا الجنوبية، حيث أن الباخرة ما يمكن لهاش ترسو إلا بعد توفر على وثائق صحية دولية وتتبع ديالها على مدار 48 ساعة قبل الوصول للميناء. كذلك تعززت قدرات كشف ديال الميناء بكاميرا حرارية جدا متطورة ومعدات لوجستيكية. طيب يعني إلى حدود الآن وأنتم تواصلون المراقبة المشددة والمستمرة، واش تم تسجيل شي حالة؟ سيدي المسؤول المراقبة الصحية بالحدود ميناء طنجة المتوسطي، نصرح بأن لا توجد أي حالة مشتبه فيها بالكورونا فيروس على مستوى ميناء طنجة المتوسط، وكذلك على مستوى المغرب لا يوجد أي حالة مشتبه فيها. طيب ما قولكم حول الأخبار الرائجة يعني بكثرة منذ الأمس حول تسجيل إصابة مواطن إيطالي علامات باخرة في الميناء ميناء طنجة المتوسط؟ هذا المواطن الإيطالي اللي تم ترحيله، واش هذه الأخبار صحيحة؟ لا وجود لأي حالة على أي مستوى، هذاك الخبر المتداول لا أساس له من الصحة. هذاك اليوم لم تسجل أي حالة مرضية عامة وبالخصوص فيما يخص الكورونا فيروس، يعني طيب. هذاك النهار ما تسجلت حتى شي حالة. يعني المغاربة الآن كيتسألوا واش المنظومة الصحية ديالنا يعني في المستوى المطلوب ديال الرصد والاستباق؟ كاين جاهزية للتدخل، لأن هذه المنظومة الصحية كتعتمد على الرصد والتتبع أولا ما يسمى بالاستباقية. قبل ما ترسو الباخرة كنكونوا توفرنا على جميع ما يفيد بأن الباخرة خالية من جميع الأمراض. بعد ذلك كينتقل الفريق الطبي ديال مصلحة المراقبة الصحية، واللي هما كنوه بالمجهودات اللي كيقوموا بها، وهما ضباط ديال الصحة، ما يسمى التسمية ديالهم الرسمية هما ضباط ديال الصحة، ينتقلوا للمثل على مثل الباخرة، كيتأكدوا من الخلو ديالها، كيعطى الباخرة تصريح صحي دولي، ما يسمى بالتصريح الصحي الدولي، نعم. لأن جميع البواخر كتخضع للقانون واللوائح الصحية الدولية. نعم، شكرا لك عبد الرحيم رشيدي. أذكر رئيس مصلحة المراقبة الصحية في طنجة المتوسطة المنسق الجهوي لمصالح المراقبة الصحية في طنجة تطوان الحسيمة، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات.